هذه الاعتكاف يجوز التلفظ بها وكيف يكون الاشتراط في الاعتكاف لمن أراد أن يشترط أن يزور العلماء في منازلهم هل يتلفظ بالاشتراط أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. النية شرط في جميع العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى سواء كان في عبادة الاعتكاف أو في غيرها ولكن النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها لأن التلفظ بالنية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من أهل العلم المعتبرين لا في الصلاة ولا في الاعتكاف ولا في الصيام ولا في غير ذلك إلا ما ورد في عند الإحرام في الحج أو العمرة فإنه يتلفظ بما نوى يقول لبيك عمرة أو لبيك حج كذلك عند ذبح النسك من أضحية أو عقيقة أو هدي يقول اللهم هذا مثلا أضحية أو هذا هدي أو هذا عقيقة أو فلان لا بأس بالتلفظ بهذا لأنه ورد به الدليل في هذين الموضعين فقط أما ما عداهما فالتلفظ بالنية بدعة لأنه لم يرد ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولأن النية محلها القلب هي عمل قلبي ليست من عمل اللسان وأيضا الله جل وعلا يعلم ولو لم تتلفظ يعلم ما نويته ولو لم تتلفظ فلا حاجة للتلفظ في هذا قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم فتلفظ بالنية يعتبر بدعة إلا في المواضع التي وردت كما ذكرنا فلا يقول الإنسان نويت أصلي نويت أن أصوم نويت أن أعتكف نويت أن أطوف نويت كل هذا لا يجوز وأما الاشتراط فنعم له الاشتراط له أن يشترط أنه يخرج بزيارة فلان أو بزيارة العالم الفلاني له ما شرط في هذا نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.